السلام عليكم. ديال الخوت لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. دوزنا واحد المعركة مع واحد كوربين، تيقول لها الكوربين، تيقول لها القرب يعني سمكة مزيانة، تبارك الله اللهم بارك. هيا راه قلت لكم غادي نوريكم واحد الشبينة شفتها. ها هو بسم الله، ها هي السمكة اللهم بارك. يا اللهم بارك، اللهم بارك. هذه اللهم بارك تتزوج بواحد 8 حتى 9 ديال الكيلو، اللهم بارك. هذا بفضل ربي، وكنشكركم بزاف، وكنهدي لجميع المشتركين والمشاهدين والمتتبعين ديال القناة ديال نور الدين فيشينغ. والسلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء.